عودة إلى تجارب الأداء، فهل ستتمكن الدفعة التالية من المشتركات من رفع مستوى المواهب؟ جيهان خليل من المغرب، من مدينة الدار البيضاء. درست الفلسفة والآن أحضر دكتوراه في الجماليات. كتحس؟ شوف، أنا التمثيل بالنسبة لي ماشي هو الشهرة، أنا التمثيل بالنسبة لي هو شكل من أشكال الخلود. كتحس أنك هذوك الشخصيات كلهم اللي كتأدي وكأنك تعيش حياة أشخاص كثيرين، أشخاص كثر يعني. فأنا بالنسبة لي التمثيل هو أنك تعيش عدة حيواتات في حياة واحدة. أنا أكثر حاجة كنحبها في الحياة هي التمثيل، ولكن كاين أمور أخرى من غير التمثيل كنحاول نعبر فيها على نفسي، بحال سواء الفوتوغرافي والرقص والكثير من الأشياء. من بينها كنحب سواء الفوتوغرافي والكولاج، يعني نصوب لوحات بحال هذا الشكل، وأنا أعتبرها لوحة يعني بمعنى الفني، لكن كنحاول نعبر فيها على نفسي. ففي السنة الماضية كانت كثير من الكلمات سمعتهم في نشرات الأخبار ولغط كثير بخصوص الثورات العربية وما يحصل، فكل شيء داك الإحساسات اللي حسيتهم عبرت فيهم على هاد في هاد اللوحة. وبالضبط أنا رسمتها في 36/2013 في يوم 30/6، وشفت الناس كلهم خارجين للشارع والأخبار كاين اللي ضد وكاين اللي معه، ولكن أنا حسيت أنه كاين شي حاجة مختلفة. جيهان خليل، أنا اللي غنكون نجمة العرب، مرحبا بكم في المغرب. أيتها الأرباب، حماة شريعة الزواج، أيتها الآلهة الضامنون العهد الذي أعطاني إياه جاسون، يا من جعلهم شهوداً على حب خالد بعد أن انتصر على عفتي بقسم كاذب، انظروا، انظروا بأي احتقار يعاملكم بعد أن نكث اليمين وساعدوني على الثأر منه بسبب هذه الإهانة المشتركة. أنت عندك صوت حلو، عندك صوت حلو ونبرة، لمحت فيك عندك التعبير هنا باين في في العينين. وفي الحتة دي أنا حسيت بالتعبير. ورينا بقى كده حاجة من نفسي أنا على عتبة الستات بقى كده، عشان هو لحد أبدا عمل عتبة الستات، فأنا نفسي أشوف هتعمل مختارة أي مشهد. آخر مشهد، آخر ده اللي كله عذاب. طب اتفضلي، برافو. عجبك كده؟ أنت اللي خلقت المصيبة دي بكذبك وغشك وأنانيتك. لو كنت صرحتني بحقيقة عجزك من الأول ما كانش حصل كل ده. أنت سرقت حق الشرعي كزوجة، لا حق الاختيار بين العشرة أو الطلاق من زوج عقيم. ليه عملت فيه؟ شكراً يا جيهان، شكراً حبيبتي، شكراً. شكراً. أنا بتهيألي هي يعني مش كده ولا رأي حضرتك؟ أعتقد في شيء.